عليكم ومرحبا بكم معايا. كما تشاهدوا هذا لي كورس ولا التقديه ديال لوكلير. ديجا سبق لي انا درت معكم ديال ليدل. انا كما قلت لكم كندير التقديه ديال الشهر ولا بقات لي شي حاجه كنشريها في لا سيمين ولا مي لا بليبا كندير هكا دائما. وبالنسبه للجزار ولا الخضره انا كنشريها بار لا سيمين على حساب الجزار، كلشي الحمد لله قريب ليا. ولا بغيت السميده وداكشي ديال يعني مازال من بعد نشارك معكم داكشي ديال القطاني ان شاء الله والسميده مي كنشري داكشي كنشري واحد العربي الحمد لله كلشي قريب حدايا. فهاد الاثناء ندوزو للتقضيه ديال لوكلير كما قلت لكم. غنبدا بالاشياء السرجولي باش نديرها في الثلاجه. شريت لي بيتي بوا يعني الجلبانه، انا دائما كتكون عندي، انا كنستعملها في الروز. راه ديجا سبقني معكم حضرت معكم بالروز. هادو لي كروكيت ديال لي بواسون الصراحه هادو زوينين يعني رغم ان لا مارك ايكوم مي فريمون راه زوينين. حاولوا تشريوهم وتجربوهم. كنقليهم بشويه ديال الزيت كيجيو حسن من الفران. ديجا درتهم واحد المره في الفران اللي ما بغاش يتساب ما جاوش زوينين صراحه بارابون لي. هذا لو بواسون هذا تيكون فقط فيلي ما فيهش الشوك. هذا فيه 10 ديال لا مارك. هذا الشكل ديال كولا دالاسكا. سمحوا لي الهضره كتلف لي شي مرات. هذا كندير به بسطيله. ديجا سبق لي حضرت معكم به الروز كيجي زويون. حاولوا تجربوا الطريقه اللي درت بالروز. هادو لي باتوني دو بواسون باني صراحه انا كنشريهم من ليدل مي ما لقيتهمش داك المره في ليدل. شريتهم من لوكلا مي جو بريفير ديال ليدل سيرتو هاد الشكل كنبغي ديال ليدل تيكون احسن. لقاش ديجا سبق لي درت هذا مي بارابور ليدل سميو. انا كنشارك معكم داكشي وصافي. خلاص شريت الشوفلور سرجولي كذلك كلشي كيفيلو هنايا. الكاروت شريت حتى هو تيكون سوبرون دو غوندير تيكون مقطع. هذا دائما عندي في المجمد بعض المرات ما تيكونش عندي خيز زوطري كنضطر نستعملو. انا شريت الفريت ديال 2.5 كيلو. كما سبق لي قلت لكم انا الفريت ديال ليدل تتكون احسن مي ما لقيتوش داك المره ديال 2.5 كيلو. مي لا مارك اللي وريت لكم داك المره اللي ديال الكيلو احسن منهم. هذيك بالنسبه للقلي هذه كنشريتها على حسب اللي بغيت ندير التورتيلا ولا ان شاء الله نشاركها معكم. فقط كنستعمل هذا الفريت باش ندير التورتيلا ولا ممكن ندير بطاطا العاديه الا كانت عندي. شريت لي كروفيت هادو ما كيكونوش منقيين الله غادي نقيهم. هذا تقريبا شي 4 شي حاجه فيها 400 غرام وهادو شكلهم كبير وزوينين. كذلك هاد الكوس كولا دالاسكا باني هذا تيكون فيه 5 ديال لي مورسو. هذا كندير به كي اف سي فريمون صدقوني داير بحال كي اف سي ديال كويك. الا ديجا كليتو ديال كويك ان شاء الله غادي نشارك معكم من بعد كيجي غزال باذن الله نشارك معكم. شريت لي زاريكو فيغ كذلك حتى هي سرجولي. لي زاريكو فيغ كنديرها كنديرها مع الحوت باني. ديجا راني شاركتو معكم. بالنسبه للخضره شريت خزو هذا فيه 2 كيلو قشور خس شريتو. كما قلت لكم انا الخضره كنشريها من المارشي حيت الحمد لله راه قريب ليا. وشريت شومبينيون انا من محبين شومبينيون الطري احسن من المعلب. بالنسبه للبيتزا شريت هاد الشكل صدقوني لا مارك بيك زوينه هادي بزاف. هادي فيها طوماط موزاريلا ايدام ولي ديبينا زوينه. هادي كنديرها بحال هكا مثلا اليوم غادي نخرج ان شاء الله غادي نمشي باذن الله نمشي لاكسيون في العشاء شنو غنديروا مع بتيت سالاد راه كافيه الحمد لله. هذا بزاف زوين دائما انا كل شهر كنشريه فيه 400 غرام. بالنسبه للروز كنشري هاد لو غيبون رغم ايكو كنقول لكم راه زوينه يعني راني جربت. هادي كنستعملوا الروز بالحليب ولا الروز بالمرقه كيجي غزال. هذا الكاكاو نو سكري هذا الشكل اللي كان راه ديجا سبق لي ولا سمحوا لي مازال ما حطيتها لكم. واحد الكيكه ديال الشكلاط كنديرها بهادي مره كتجي غزاله ان شاء الله نشاركها معكم باذن الله. خلاص راجلي شفت هذه ديال بولا غازي
السردين كذلك، هذا رجلي اللي شراه ماشي هو اللي غياكلو، انا ما كيعجبنيش. شريت البيت خاف، نتمنى انها تكون الصوره واضحه. شريت البيت خاف هذه تكون ديجا مسلوقه واجده. شريت هذا الكافي، هذه فيها 250 غرام ديجا سبق لي راني وريتكم المشتريات اللي كنشريهم دائما. شريت كوفيتير ديال الفرومبواز، بعد ما راه كنشري ديال المشمش مي شاك مو عندي شي حاجه، ديجا راه عندي مازال عندي في ستوك ديال المشمش، وزدت شريت ديال الفرومبواز. شريت هذا الماسك ديال لافوكا ديالي، شريت العسل. بالنسبه لولدي شريت له هذا السيروم فيزيولوجيك، يعني ضروري نشري له. وشريت له كذلك لي كوش فيلوت، هذا كيحتاجهم بوغ ليكول. وشريت البوا كاسي، شريت جلبانه فيها 500 غرام، هذه زوينه. وهذا الكاطو كذلك ماشي ديالي، ديال ولدي ماشي ولدي، راجلي اللي شرح. وهذا شريتو ان شاء الله باش نشارك معكم شي حاجه، شي تحليه ولا تشيز كيك. هذا فيه تقريبا 800 غرام، تيكونوا 4 ديال لي ساشي. صراحة اول مره كنشري فورما كبيره، من داري كنشري فورما صغيره، مي شريتو حتى هو 40 ديال. و هاد لو كوتون ديس كذلك شريتو على حساب ولدي باش كنطوي لوني، ماشي ليا مي انا. انا لو كوتون ديس بوغ دي ماكي ولا شي حاجه كنشري مع ديال ليدل، لا مارك ديالو كتكون قاصحه. هذا بحيث القطن ديالو خفيف باش كنطوي لوني ديال ولدي. شريت سباغيتي، صدقوني رغم انها ايكو يغسل واحد يعرف كيف يدير طيبه كتجي زوينه. وشريت هاد لي باغ، سمحوا لي، وشريت هاد لي باغيت صغيورين، هادو فيهم 10، هادو شريتهم جوج باغ نديرو لي ساندويتش باش غنتغداو ان شاء الله باذن الله بالله. وشريت البالومي لا مارك بوتا، هذا كومبلي ما كنشريش ديال الابيض، قليلة شريتو الا بغيت ندير فيه لي زابيريتيف ولا شي حاجه. وبغيت شريت جوج، ديجا مازال عندي جوج في الثلاجه حيت يلاه كيشريناهم هاد السيمانه. وهذا لي كيد فيسل كيما قلت لكم، انا في السوق اللي كنشري من ديال لوكلا وكنشري من ديال ليدل. دابا جيت نشارك معكم، راجلي كنخرج للمارشي، خرج للمارشي وتقدا دابا شي حاجه ديال الجزار، وداز الجزار كيما قلت درت لكم انا دابا لي كورس ديال لوكلا، وشرا هادشي باش نتغدا به ان شاء الله. هادشي ما كنديروش طولطوم مي تكونوا بحال كان دابا درت ليكوس، ما يمكنليش نجي نطيب راني عيانه. دونك غنديرو لي ساندويتشات، وديجا راه درنا البيض كيتسلق مع هاد الباكيت لي شريتو دابا، يعني لي بتي بان، يعني الباكيت صغير ولا لي بتي بان ولا خبيزات صغيورين، غندير بيهم ساندويتش صافي ان شاء الله. هذا هو الغدا ديالنا الحمد لله على كلشي. وشرا لي هاد الورقه ديال البسطيله، من داري كنشري حتى الخضره، مي حتى هاد لاماك لقيتوها فن، جربوها على حسابي. المهم هادي زوينه ان شاء الله غندير بها شي بسطيله، الله اعلم شنو غيكتب باذن الله. بغيت نشارك معكم كذلك شنو شرا من الجزار، الشمال مزيان شرا لي جوج دورات ديال الدجاج. دابا في هاد الاثناء غادي نغسلهم مزيان، غادي نغسلهم بالملحه والملحه والخل ولا الملحه والحامض اللي موجود زعما كنقضيو به، نغسلهم مزيان ونحاول نخليهم يقطرو، نقطعهم الشكل اللي بغيت، من بعد غنحتفظ بهم في المجمل. كذلك الكفته، يعني كمية الكفته ما كنشريش انا بزاف، كنشري فقط اللي غادي نستعمل، ما كنحتاجش بها في المجمد، يعني سي غار اللي حتفظت بها في المجمد، مي كنشري كونتي تقليه كما قلت لكم ديال الجزاري هنايا. وبالنسبه للحم هذا ان شاء الله غادي نديرو في المجمد باش ما نبغي نقع عندي موجود باش ما نقدرش عاد نخرج. صافي هادشي اللي عندي لحد الان. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي او تشاهديها كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا، ما تنسيش انك تابوني او سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلكم دائما جديد. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش لي لايك ديالكم، واهم شيء انكم تبارطاجيو باش العائله ديالنا تكبر. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم او بغيتوني نشارك معكم كيفاش كنحتفظ باللحم والدجاج في المجمد بطريقه مبسطه،